كما كتشوفوا معنا اخوتي امطار غزيره اليوم خاص في مدينه الدار البيضاء. امطار غزيره مستمره تقريبا شي نص ساعه. كما كتشوفوا الاجواء ممطره تماما في كازا. هانتوما اخوتي الاجواء ممطره حاليا، بدات الشتاء قبل قليل تقريبا شي نص ساعه باش بدات السماء كتنزل فيه امطار غزيره. نتمنى هاد الامطار غزيره تكون بالنفع، وخصوصا الاجواء ديال رمضان اش غادي نقول لكم رائعه جدا. رمضان جات الشتاء كما كتشوفوا الناس دايرين الميطالات ديالهم. امطار غزيره مستمره بواحد الطريقه مجهده. عاصفه رعديه، عاصفه قويه، عاصفه. انتم اخوتي كما كتشوفوا الاجواء ممطره تماما. هذه هي كازا الدار البيضاء. كما كتشوفوا الحمام بدا يديروا الجوله ديالهم، بدا يجولوا. ايوا الاجواء جميله رائعه جدا. كما كتشوفوا امطار غزيره، امطار في المستوى. نتمنى ان شاء الله يكون خير. كازا فيها الشتاء بزاف، فيها امطار غزيره. نتمنى هاد الامطار الغزيره تعجبكم، حيت صراحه اخوتي حيت قرنا دابا الى خرجت تما كاين الشتاء بزاف مجهده، ما نقدرش نخرج لكم دابا حاليا في الشومبر. ايوا نتمنى نبارطاجي معكم هاد الشتاء اللي كما كتشوفوا معنا اخوتي. دابا يقدر غير تخرج هكا البرد بزاف وكتنزل الشتاء بزاف. ما طراتش اخوتي كما كتشوفوا، نحاولوا نشوف لكم هاد البلاصه. هانتوما اخوتي امطار غزيره تماما. كما كتشوفوا الشوارع ديال كازا عاصفه رعديه مشهده. يا سلام يا سلام يا سلام. حاليا اخوتي الشتاء مستمره. كما كتشوفوا الشوارع ديال كازا. السلام 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 السلام. ودازت واحد العاصفه مجهده اخوتي، واحد قليله دازت مجهده. كما كتشوفوا السماء باقي مستمره، الشتاء باقي مستمره. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى هاد الشتاء تكون بالنفع. الاجواء ممطره تماما في كازا، كانت الشتاء تقريبا شي نص ساعه هادي، وكل كازا من هنا فيها امطار غزيره. كما كتشوفوا القوات من المنازل خارجين لما مجهد. والحمام كيجول كما كتشوفوا. مدينه الدار البيضاء رائعه جدا، فيها الحمام، الحمام كله ساكن في هذه المنازل اللي حدانا، والاجواء زوينه. رمضان رائع جدا في كازا. ايوا كما كتشوفوا القوات ديال المنازل كيخرجوا المشهد. اذا القضيه مزيانه، وامطار غزيره باقي مستمره كما كتشوفوا. هانتوما اخوتي المهم هادشي كله زوين، كله رائع جدا. شوفوا السماء، شوف. السلامة السلامة السلامة. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي اللي كنتمناو. نتمنى هاد الامطار غزيره تكون عادي جدا، ما تسبب مشاكل، حيت دخلت لكم هنا الكاميرا كيطيح عليها الشتاء.